مساء الخير عليكم في مساء الجمعة في القاهرة 360. أهلا بكل المشاهدين اللي بنتقابل معهم من الأسبوع للأسبوع، لكن كنا أكثر حظا الأسبوع ده أنه على مدار الأسبوع كنا معاكم في تغطية خاصة لأسبوع خاص من عمر مصر. أهلا بيك يا أحمد. مساء الفل جديد. وحشك البرنامج ولا التغطية بتمشي جدا يعني؟ جدا والله. هو 360 ليه طعم، بس يعني يا جماعة أنا ودينا اتفقنا ما نتكلمش على الانتخابات عشان أنتوا أكيد زهقتوا مننا على مدار الأسبوع، فخلاص اللي فات مات ونفتح بقى صفحه جديده فيما هو آت. بالظبط. ايه الشعر ده؟ بتقول شعر حلوه، تصدق حلوه الحته اللي فاتت دي طلعت حلوه. طيب خلونا فعلا بعيدا عن الاجواء اللي كتير فيها تضارب وكتير فيها اراء مختلفه في او على مدار الاسبوع اللي فات، لكن تعالوا كده نوصل للخلاصه. لو ينفع نسمي مين كسب ومين خسر، احنا لسه منتظرين نتيجه الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله يوم 2 ابريل، وعلى بينة واضحة جدا بالمؤشرات وعارفين أين تذهب الأمور بكل وضوح، لكن في أطراف خاسرة في الكام يوم اللي فاتوا. طبعا في أطراف خاسرة. إذا قدرنا نحط الأسماء بسرعة كده، مين الأطراف الخاسرة الأكبر؟ يعني نقدر نقول أنه الوضع في الكام يوم اللي فاتوا يقول أنه تيار المعارضة في مصر ما قدرش يثبت موقفه أو موقعه بشكل قوي وجيد زي ما كنا متوقعين، لا من خلال الفكرة أو النداءات بالمقاطعة، لا المقاطعة نجحت ولا الإبطال اللي كان متوقع أن يكون وزنه أكبر ويكون بيمثل تيار المعارضة كان حقيقي أو بيمثل فعلا تيار المعارضة. فالتخفيف الأصوات ده أو اللخبطة اللي حصلت دي قالت أنه في خسارة حقيقية لكل من يعارض في هذا الوطن، ودايما بنرجع نؤكد على الفكرة دي، في أي وطن عشان يستقيم الأمور لازم يبقى في حالة من الاتزان كده، فيبقى في حالة من رصد النجاحات وتقييمها والاحتفاء بيها وتكريمها، ويبقى في حالة نضجة وعقلة وفهمة من تقييم الإخفاقات والمشاورة عليها بصوت عالي، وإننا نقول إنه ده ينفع وده ما ينفعش، اللي هي بتتمثل في تيار المعارض. فبنظرة سريعة نقول إنه ما كانش الأمور موفقة جدا، لأنه لا ده حصل ولا ده حصل، ووصلوا لنتيجة يعني لا معنى لها الحقيقة. في تيار تاني بشوفه خاسر قوي تحديدا امبارح، وخليني اقول بسرعه ومباشره، يعني امبارح اللي كان متابع منشطات الاخبار، امبارح كان يوم نهائي لحصاد الاسبوع ولحصاد العمليه الانتخابيه كلها، كان في منشطات لكل الصحف القوميه والخاصه وكل الاصدارات المطبوعه في مصر كانت بتتسابق انها تقول منشط يرصد او يختم الامر بشكل جيد. كان من ضمن الحاجات الأكثر إثارة للجدل هو منشط جريدة المصري اليوم ليوم الخميس اللي هو امبارح على طول، لأنه برضو حاول أنه يرصد لكنه لم يكن موفق بشكل كبير، فرصد مجموعة من السلبيات. هو ما اخترعش، لكن هو رصد مجموعة من السلبيات من تصريحات بعض المسؤولين، فخرج منشط بعض الناس حسوا أنه غير موفق، وبعض الناس قالوا يا جماعة ما فيهوش أي حاجة، دي صحافة، فأنت وانت بتشتغل صحافة أنت بتختار الأمور الغريبة عشان تكتبها كمنشط أو كعنوان رئيسي، فتوازنت الأمور. مش ده قصدي خالص، أو مش ده حقيقة طريقتي في الـ أو مش ده هدفي النهاردة في أن احنا يعني نبدأ موضوعنا، لكن الخسارة الحقيقية اللي كانوا بيعلمونا زمان الأساتذة الكبار، يعني أنه لما يجي حد من أهل مهنتك يتحط في موقف غير موفق أو يتعرض لانتقاد بسبب حاجة تخص مهنته، الاختيارين اللي كانوا الكبار بيعملوهم أو بيعيشوهم كانوا واحد من الاثنين، يا إما انحاز لأهل مهنتك دافع عنهم واحترم موقفهم وقدره، أو اشرحه، مش لازم تبرر خطأ، أنا بتكلم عن إذا شخص من أهل مهنتي أو من زملائي في المهنة كان غير موفق في تصريح قاله أو في كلمة قالها، خلينا نقيسها مثلا على الإعلام، أنه لو مذيع قال تصريح غير موفق أو تحط في موقف محرج، الأصل في الأمور أو الناس الكبار علمونا أنه انحاز إلى صديقك أو اشرح موقفه أو اتكلم عن المعايير الأصلية المهنية من غير ما تحقر من صديقك أو تفتش في نواياه أو تتهمه بأنه بأمور أكبر من حجم الخطأ أو الإخفاق. الحقيقة أنه ده اللي حصل وبشكل عنيف جدا على أو في القطاع الصحفي امبارح، كانت حاجة غريبة عمرنا ما شفناها في قطاع الصحفيين طول عمرنا كده. لما تبص على كل النقابات
اللي في مصر تقول انه نقابة الصحفيين كان طول عمرها نقابة متماسكة. لما صحفي بيرفع سماعة التليفون على نقابة الصحفيين كان بيلاقي 1000 واحد في ظهره. امبارح اللي حصل عكس ده تماما، من غير تليفونات ومن غير اي حاجة، حالة من التطوع للمزايدة حصلت على من الصحفيين على بعضهم، ومش بس من الصحفيين على بعضهم، لا، من الصحفيين على مالكي مؤسسة المصري اليوم، ومن الصحفيين على تفتيش في نوايا جريدة كبيرة زي المصري اليوم، وكل واحد تبرع عشان يتبنى دور ما اعتقدش انه دور الدولة، لانه من مصلحة الدولة ان يكون في صحافة حرة تنجح وتخطئ أحيانا، تعمل لأجل صالح بلدها بالشكل اللي هي بتراه مهني وموضوعي، وحتى إذا حصل إخفاقات يتم معالجتها ومحاسبتها داخليا. لكن اللي حصل كان بره الصورة دي خالص. أنا بس عايزة يعني أقول لحضراتكم أنه اللي كان عجيب أنه مش نقابة الصحفيين بس اللي امبارح كانت في حالة من الثأر الغير مبرر، لكن كان في تبرعات بالمزايدة وبحرب الانتماءات اللي ظهرت واضحة جدا جدا في أزمة المصري اليوم. تعالوا بس نراجع إيه اللي حصل امبارح في المصري اليوم أو منشأة المصري اليوم. هو كان بكل بساطة بيتكلم عن، خلونا نشوفه كده مع بعض، أنه كان بيتكلم عن معظم التصريحات اللي كان فيها انا في العنوان الاول ما هوش ده كان الازمه. الدوله تحشد الناخبين في اخر ايام الانتخابات، وكتير من الناس الاساتذه بتوع الصحافه قالوا يا جماعه كلمه تحشد مش كلمه عيبه على فكره خالص، والحشد يعني تشجيع الناس على الممارسه، ده مش الازمه. الازمه كان في السطر الثاني اللي كان فيه تجميعه لتصريحات سلبيه. اللي انا شخصيا استغربت له اننا ما اتكلمناش عن اللي قالوا التصريحات السلبيه التي تسيء فعلا الى العمليه الانتخابيه، ما اتكلمناش عنهم خالص، لكن اتكلمنا عن اللي كتب الخبر بهذا السياق. تاني نرجع نقول قد يكون العنوان غير موفق، قد يكون الجريدة المصري اليوم أو أي جريدة أخرى تسقط في إخفاق تتم معالجته ومحاسبته من داخل هذه المؤسسة، وده اللي بنتوقعه أو بنفهم أنه ده اللي هيحصل، لكن أنه يحصل هذه الحالة من حرب الانتماءات، كل واحد خد ركن كده وقال يدافع عن قضيته بالصوره دي او بالمنشد ده. الاخ اللي شايف انه كل حاجه غلط في الدوله قال شهد شاهد من اهلها، شايف انه كل الانتخابات كانت غلط قال انه الانتخابات كلها كانت غلط ومزيفه، وطبعا اسيء استخدام هذا المنشد. واللي شايف انه عايز يبين للدوله او لشخص ما في الدوله انه على فكره انا مش كده خالص، انا معاك من كل قلبي، راح قام وزايد ونافق واتهم وعمل قصة اكبر بكتير من حجم اللي حصل. يعني اذا كان في النهاية احنا طول الوقت يعني انفعالاتنا ازيد من اللازم، الا انه الصحفيين ادونا امبارح صدمة العمر في ما كانت نقابة متحدة ومواقفها قوية وصحفيين ايد واحدة. امبارح شفنا صورة مرعبة لتعامل قطاع المفروض انه بيقود الرأي العام. انا كنت شايف الدنيا عاملة ازاي امبارح. لا هو بصي، هو يعني انت بصلها ممكن ان يكون الصحفي ده المفروض يدافع عن زميله، ودافع عن زميله ممكن في موقف شخصي، بس يمكن الصحفي ده مش مقتنع فعلا بالمصري اليوم كتبته. فهو السؤال، هل انا اجامل ابناء المهنه ولا اقول ما يملي ضميري، اشتغل باخلاقيات المهنه اللي هي بتقول ايه يا احمد، اقيم ادائك مش اقيم نيتك. انا بسالك سؤال، انا مش انا لا انا هقول لك رايي في ده ولا في ده، انا بقول لك هو السؤال، هو انا النهارده لو لقيت دينا كمذيعه غلطت مثلا في حاجة أنا شايفها في حق الوطن مثلا بعيدا خالص عن مصر اليوم، هل أميل أن أنا أدافع عن دينا لمجرد الدفاع عشان هي زميلة مهنة، ولا أقول لك يا دينا أنت غلطتي في كذا أصل دي حاجة وطنية ومنطقة حساسة وكذا؟ أنا بص، سؤالك ده ممكن يكون فعلا أهم حاجة تحللنا الإشكال ده، لأنه إيه نوع الخطأ؟ أنا غلطت غلط يعني جسيم أخلاقي أو يضر فعلا، ولا غلط قد حطه في خانة عدم التوفيق، أن أنا مثلا قلت جملة اتفهمت غلط وانت متأكد أنه ده. لكن الفكرة أن أنت ممكن تقيم تقول أن ده غلط، وممكن تقول لي أنه ما كنتيش موفقة وكل ده، لكن مستحيل أن احنا نوصل لمرحلة أن أنا زايد وأقعد أقول لك أصل أنت أصلا قصدك تقول كده، أصل أنت نيتك أن أنت تبقى بتضر. لا طبعا بصي، وأنا ضد التجريح، أنا ضد التجريح في مالك المصري اليوم، كل الاحترام ليه وفي رئيس التحرير وفي كل الصحفيين، ولكن الخطأ المهني يحاسب بنفس الطريقة. يعني أنا زي ما بيحصل معنا في الإعلام، أنا ناظر مجلس الأعلى للإعلام، لما بعمل حاجة بيجي لي شكوى فلان، بيسمعوا أقوالي، أنت قلت كذا، المعلومة دي جايبها منين؟ ففعلا هو الجزاء يكون من جنس العمل. لو السيد عبد اللطيف المناوي يعني مش عايز أقول اعتذر، هو وضح الأمر إن في خطأ ما،
يشوف حساب الخطأ ده ايه بدون طبعا التجريح بالزبط. في رئيس المؤسسة او في مالكها. واتمنى يعني ان احنا يعني ما نقعدش البعض على الوحدة برضو، يعني ميبقاش الموضوع يعني، مش عايز اقول المثل ان وقعت البقرة، يعني طبعا هي مش بقرة، هي مؤسسة عظيمة، ولكن واحدة واحدة يعني نتناقش بهدوء والمخطئ يحاسب وفي حدود القانون. خليني انا اتكلم برضو، اخد يعني الكلام في اتجاه تاني. احنا يعني عايز اقول ان احنا بنحمل الاعلام والصحافة حاليا اكبر بكتير جدا جدا من طاقتهم. بمعنى ايه؟ انا اكلمكم في موضوع تشكيل الوعي. هو النهاردة المواطن المصري سنة 2018 من يشكل وعيه؟ هل المصري اليوم ولا الاهرام ولا الاخبار ولا السوشيال ميديا ولا التلفزيون ولا التلفزيون والاعلام ودين عبد الكريم واحمد سالم والعبد لله والكلام ده كله؟ هل احنا اللي بنشكل وعي المواطن؟ او لو قسمناها عملنا الدايره اياها الملونه اللي فيها الوان دي وقسمناها، كم في المية تلفزيون وكم في المية جرايد وكم في المية سوشيال ميديا؟ على حسب سنك يا احمد متهيألي. لا انا احب اقول لك انا اعتقد يا جماعه ان احنا وصلنا لمرحله 80% سوشيال ميديا. ليه؟ انا بتفاجئ يعني مؤخرا حضرت ندوات كتير وحصل حوارات، وانا شخصيه محبه للجدل والنقاش والحوار حتى نصل لنتيجه موضوعيه. فوجئت ان فعلا الناس خلاص السوفت وير او يعني الماده اللي جوه دماغهم، يعني لو افترضنا ان دماغ البني ادم دي هارد ديسك زي بتاع الكمبيوتر فيها فايلات، جميع الفايلز اللي في دماغ المصريين حاليا اساسها بقى سوشيال ميديا، ولا كتب ولا جرايد ولا تلفزيون ولا اي حاجه. هو المشكله واللي مع واللي ضد، يعني اللي مع ما زالوا مقتنعين تماما ان جبل الحلال لما الجيش دخل لقى شوية مليارات الدولارات ولقى اجانب ضباط مخابرات واجهزة خطير. والله ما حصل، دي اشاعة انتوا صدقتوها. الناس كتير ما زالت معتقدة ان قائد الاسطول السادس الامريكي احتجز وكانوا هيخشوا القاهرة، ما عرفش وحصل اللي حصل. لو تحلف له 100 يمين ان دي اشاعة مش هيصدقك. حتى المعارض، انا بتفاجئ بناس معارضين مع كامل الاحترام طريقة معارضتهم بقت في منتهى السطحية. هو بيردد بوستات أراها وآمن بيها بدون أي مراجعة. يعني النهاردة لما تقابل واحد مثلا دكتور مهندس محاسب محترم رجل أعمال ويكلمك في الدين الخارجي مثلا بنفس طريقة المواطن البسيط اللي هو مش عارف اقتصاد، طب ده معلوماته منين؟ ترجع تلاقيه فعلا معلوماته كده. يعني انا ادعو المصري واحد مثلا طلع موضه دلوقتي يقول لك ايه، لما تقول له بقى الصندوق النقد قال كذا، مؤسسه مش عارف وكاله موديز قالت كذا، الايكونومست كتبت كذا، اللي هو كان بيستشهد بيهم برضه من السوشيال ميديا من سنتين، يقول لك إيه انا ماليش دعوه بالكلام ده. بص وشوش الناس، هي وشوش الناس دي بقت مقياس اقتصادي؟ هاتولي بلد في العالم يعني انا انزل النهارده المانيا اشوف اللي وش احمر يبقى مبسوط واللي وش اصفر يبقى زعلان. ده مش منطق. ولما الاقي ناس وقعت الضابط بتاعت الجيش اللي قالوا رمى الطفل الصغير موته ايا كانت حقيقتها، هل حد تيقن او تاكد منها؟ ولو انا جيت للي هو مقتنع بيها ده قلت له ده طلع حرامي ومسكوه مش ضابط، هينزل له بوست تاني يقول له ده كان ضابط خاله مش عارف عمين وعمه مين وبدله ودخله واحد غلبان مكانه. اقعد احلف له 100 يمين ان الواقعه دي كاذبه مش هيقدر يصدق. وقعت اوبر وكريم، انا اتكلمنا فيها من اسبوعين او مش فاكر الاسبوع اللي فات، قلت طلبت زملائي الاعلاميين يا جماعه والنبي بلاش افوره، ما تافوروش السوشيال ميديا، بلاش افوره، الموضوع ملموم وبسيط. وفعلا القانون النهارده هنتكلم عليه دلوقتي شبه خلاص على وشك الصدور، موضوع بسيط جدا ومحلول. في ايه يعني انتوا متخيلين فكره؟ انا كنت دايما اضحك على فكره الجيل الرابع والناس اللي تقول لك الحرب اللي مش عارف الالكترونيه، اقول يا عم الناس دي بتعرضها قوي، الموضوع مش بالخطوره دي. لكن حقيقي الموضوع بدا يوصل لمرحله في منتهى الخطوره. وعي المصريين حاليا بقى زي الريشه في مهب الريح، اي بوست على الفيسبوك النهارده هو اللي بتحطه هنا ما بيطلعش. يا جماعه الموضوعيه، اقرا. يعني انا ممكن ملومش على مواطن البسيط اللي قدراته التعليميه محدوده او هو اتعود على المعلومه السريعه الفاست فود، يعني زي الاكل السريع التجهيز كده، ده ماشي. لكن صدقوني حتى المثقفين حتى السياسيين النهارده لما بيقعد يتناقش معاك بلاش كده. لما يقعد يعرضك ولا هو عارف موازنه الدوله كام ولا بتصرف كام ولا اجور كام ولا دين عام ايه ولا استثمارات ايه، دي هو عايز يعارض. هو سمع ان قناه السويس فاشله وان مش عارف مين غلط وان الدوله مديونه، كلام جميل ده، برافو عليك ان انت بتهتم بالنقط دي. بس وبعدين؟ هو انت بتهتم عشان تامن موقفك وتاكده لنفسك ولا عشان تطمئن فعلا على بلدك؟ هو انت بتشجع هو اهلي وزمالك؟ هي بقت تعصب زي التعصب الكروي بالظبط. حتى في الكوره لما مصر لعبت مع البرتغال
الناس كلها الاهلاويه همهم يشيلوا شيكابالا الهزيمه، والزملكاويه همهم يقول لك ده حسام عاشور هو اللي نزل. حتى في منتخب مصر مش عارفين نتفق. يعني انا طول عمري لما ايا كان اهلاوي او زملكاوي، لما كان حسام حسن يلعب في المنتخب كنا ده نجم مصر، هداف مصر، حازم امام طول عمره لعيب منتخب مصر. حتى في دي بقينا خلاص مزايده، كل واحد عايز يثبت صحه وجهه نظره. تقول لي بقى انت، تقول لي انت عايز ايه بقى من الموضوع؟ اقول لك انا عايز ايه، ان السوشيال ميديا حاليا وصلنا لمرحله الخطر. حاجه من اتنين، يا توعيه، وده دورنا ان انا اطلع اقول لك خلي بالك في السوشيال ميديا لو سمحت ليس كل ما يكتب يتشير، شغل مخك، مش كل فيديو واحد. انا ممكن دلوقتي انا وصلنا لمرحله، انا لو عملت فيديو بضرب عيل صغير مثلا واعمل له شويه حركات في وشه هتلاقي وقع التعذيب طفل ويتشير بقى 5 مليون. وبعدين حكم مخك وحكم عقلك، او نعمل بقى قانون، اعملوا لنا قانون لان الموضوع دخل في الخطر. اعمل قانون قول اللي ينشر اشاعه بدون التحقق من مصادرها يتحاكم. ما بقتش ما بقى ده مش على فكره مش ديكتاتوريه ولا اطلاقا، المانيا عامله الكلام ده. انت النهارده لما انا اطلع انا ممكن النهارده اقوم البلد ما عادهاش بالسوشيال ميديا. انا لو كتبت على السوشيال ميديا كده وقعت فساد الوزير الحالي الفلاني وحكيت قصه من خيالي زي ما كان في صحفيين بيعملوها ومعروفين، والنهارده بقوا مقدمي برامج ورؤساء تحرير وانتوا عارفينهم بالاسم، كان بيكتب الواقع الراقصه في احضان الوزير، تطلع رقصه في الارجنتين مثلا مع وزير في كولومبيا. دي فن خلاص بقت الصنعه دي تحولت وانتقلت للسوشيال ميديا. انا ممكن اعمل عنوان واشكل وعيك على العنوان ده وانشر وذيع وكله تحت بند الترافيك، منه لله الترافيك اللي خرب مصر كلها، خرب اعلام مصر وخرب السوشيال ميديا. كله عايز يعد مشاهدات، كله بيبص على العداد اللي تحت، ولتذهب مصر للجحيم. حقيقي هي بقت كده تقريبا. توصيف اللي احمد بيقوله يعني هو او حلها، طبعا طبعا فكر، شغل مخك دي بقى يعني للكبار مفهومه، للاجيال اللي جايه لازم نلحقها. ففي حاجه كده بيعلموها للاطفال يعني اسمها العقل النقدي، يعني انه دماغك تبقى بتنقد او ما بتصدقش الى ان يثبت العكس، مش اصدق حتى لو ثبت العكس. اللي بيحصل ده اللي انا بصدق اللي على هوايا حتى لو مين حلف لي، حتى لو اتاكدت بكل المصادر، ده يعني المعارض الموتور او الغضبان بشكل، انا مش بقول معارض عشان السياسه، عموما في شخصيات كده طول الوقت معترضه ومعترضه وعندها دايما منك موقف هو في الاصل موقف عاطفي، انا كارهك وخلاص. فانا كارهك وخلاص دي بتودينا في الحته دي، انه كل ما اشوف حاجه على هوايا فاشارك في نشرها. دينا حتى في الدين بصراحه انا بلاقي بوستات معينه مثلا لمواقع بتثير التطرف، تقول لك مثلا ايه، يعني في بوست مثلا وانا اتصلت ساعتها حتى بالشؤون المعنويه عن مجند مسيحي قتل في معسكر معرفش ايه، وان ده مش اول حاله قتل مجند مسيحي، ان في قبل كده مش عارف 18 حاله. يا نهار اسود، ده تقوم حرب على خبر زي ده يحاكم بمحكمه عسكريه، لان لو صحت المعلومه تبقى مصيبه، ولو كذب تبقى مصيبه اكبر. يعني انت متخيله حتى في الدين بيبتكروا حاجات ويشير. هقول لك حاجه احمد، برضو ده دور مهم جدا يعني الواقع دي بالذات، لانك ذكرت حاجه يعني اعتقد ان يعني الحاجه دي لما بتحصل ويتم تكرار تداولها لازم يبقى في رد حقيقي وتحقيق حقيقي ورد شامل ووافي في الحاجات اللي شبه كده لا تحتمل السكوت، والسكوت احيانا يؤكد الشائع. فطبعا يعني والرد كويس ان انت احيانا يؤكد الشائع. لا، الرد اذا كان واضح واذا كان حققنا، اذا كان ده حصل مره او ما حصلش خالص، ده بالعكس ده ينفي وينهي. طب ولو نفى الناس هتصدق؟ لو نفيت بوقائع، لكن لو نفيت قلت لك ما حصلش، لو كتبت او الشؤون المعنويه ردت وقالت ما حصلش الواقعه دي، الناس هتصدق؟ ما حصلش بس مش هتصدق، لكن ما حصلش بتفاصيل هتصدق. لو حلفت 100 يمين انها ما حصلش، ما هو يبقى احمد مش بالحلفانات، معلومه قصاد معلومه. ايه المعلومه؟ وانا يعني المعلومه ان الراجل ده اصلها وقعت دي صعبه، جبت لك ورق ان الراجل ده مات موتة ربنا، هتصدقيني؟ هصدق. ولا هيقول لك الورق ورقنا والميت ميتنا ولا الورق ورقهم؟ اعتقد بقول لك في الحاجات دي، ما بقول لك هي حرب معلومات في الاول وفي الاخر. طبعا عندنا ازمه ثقافه، لكن هي حرب معلومات، معلومه قصاد معلومه توزن على الاقل الامور. طيب احنا يعني هنروح معاكم الى من ضمن الامور الكبيره، وبرده السوشيال ميديا كانت جزء من تضخيم الازمه والمشكله، خبر عادي وطبيعي انه في شركتان كبريتان
شركتان من شركات النقل ركاب اوبر وكريم، والشركات دي بتشتغل في كل دول العالم، لكن في مصر زي ما حصل في كل دول العالم بيعاد توفيق اوضاعها لانها لازم تبقى خاضعه لكثير من القوانين المصريه. في الفتره الاخيره مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات اللي هو بلغتنا احنا كده اوبر وكريم واخد جزء كبير من المناقشة، وفي كلام وحوار رايح جاي جوه البرلمان على القانون عشان يصدر بصورة نهائية. احنا معانا على تليفون سيادة اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس، طبعا عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل داخل المجلس. سيادة اللواء اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ زينة. مساء الخير يا حسن بيه. اهلا سياده النائب، مساء الخير الساده مشاهدين سيادتك. اهلا بحضرتك سياده النائب. هل انتهت مشكله الشركات النقل الركاب دي نهايه سعيده ولا لسه الموضوع تحت البحث والاستقصاء وفي نقط جدليه لسه لم تحسم بعد؟ بكره بقى ان شاء الله احنا عندنا جلسه الساعه 2 ان شاء الله، يمكن نتضايق من اعداد هذا القانون عشان يطرح على اللجنه العامه، لكن في بعض النقاط الخلاف ربنا يسهل وتخلق بكره ان شاء الله. طيب سياده اللواء، القانون في كل النقاط اللي قريناها يبدو منطقي جدا وطبيعي وحق الدوله فيما يخص ضرائبها وما يخص تنظيم او منع ارتكاب جرائم عن طريق الوسائل دي، لكن كان في جزئيه اعتقد انها كانت محل الخلاف وهي مساله بيانات المستخدمين، فهل دي تم حلها وتم حسمها؟ يعني المعروف انه كان في نص المشروع طلب بانه الاطلاع على الاجهزه المعنيه على بيانات المستخدمين. هو انت عارف حضرتك ان الاجهزه دي بتدار من الخارج مش من الداخل. الشرط اللي حطته اجهزه الامن القومي ان لازم تدار من الداخل مش من الخارج. بالاضافه لان وزاره الاتصالات تكون على صله بالمعلومات الموجوده عندها. ده شرطين اثنين كان موجودين. أجهزة أوبر وكريم اعترضهم على أساس أن دي حاجات خصوصية كفالها الدستور، بالإضافة أن هي شركات بتشتغل من الخارج مش من الداخل. بكرة إن شاء الله احنا في مختلفين جايين بكرة هنسمع كلامهم، وطبعا أمن مصر يفوق أي حاجة تانية بشيء طبيعي. سيادة النائب، هل عجل حكم المحكمة الإدارية أو محكمة مجلس الدولة القضاء الإداري بإصدار القانون ولا هو كان في طريقه للإصدار فعلا؟ شوف بقول لسعادتك حاجة، يعني احنا تأخرنا كتير، يعني احنا تأخرنا كتير. كان مفروض من أول ما الظاهرة دي ظهرت عندنا لازم أي ظاهرة مفروض تجابه، إنما للأسف احنا تأخرنا كتير. لكن هو إعداد القانون من زمان، يعني أنا فاكر كان فيه من ايام مستشار احمد زند كان وزير العدل، كان في اجتماع وهو كان كلمني عشان يقعد معايا عشان خاطر يفهم القصه ايه والكلام ده، وما بين الوزراء المختصين حقيقي مش من النهارده، لكن هو نام وبدا تاني يسعى. لكن هو الحكومه بتشتغل في القانون ده من فتره مش من النهارده. طب هل في حقوق راحت او ضاعت على الدوله في الفتره الماضيه بسبب تاخر اصدار القانون زي ضرائب يعني او تامينات؟ يعني احنا في ضرائب ورسوم موجوده، احنا في خلاف هل نحصل الكلام ده من قديمه ولا نحصل من جديد، ده كان مصدر خلاف، وكان يعني يمكن اللجان استحسنت ان هو نبدا من جديد، لكن كانت مصدر خلاف اللجان الموجوده. انا بس سياده اللواء في سؤالين عايزه اسالهم لحضرتك في خصوص امن الناس فعلا. يعني حضرتك اتكلمت عن امن مصر وفكره الامن القومي، فكان في مقترح يخص امن الناس كمان، وهو انه الناس اللي بتشتغل في تسيير هذه المركبات، سائقي المركبات، انه يبقى في كشف حقيقي عليهم، انه ما يحصلش اي حالات من الترهيب او استخدام التكنولوجيا دي في انه يبقى في حالات اختطاف او غيره. يعني بالتاكيد الشركات دي داخليا عندها ضوابط، لكن في الفتره الاخيره حصل كتير من المشاكل، فهل في القانون نص جديد ممكن يزيد من امان الركاب؟ لا ما فيش نص، هو يعني فيش نص هو بهذا الكلام، لكن طبعا انت عارف حياتك، يعني احنا الحمد لله نسبه الامان عندنا في مصر مش عايزين نخوف الناس من حاجه، ما ممكن قوي
توك توك يخطف واحد، ممكن توك توك يخطف. هو التوك توك ده احنا عايزين نوصيكم عليه بقى اللي جاي. ده سؤالي القادم يا سيادة النائب، هو يعني ليه القانون ما يبقاش شامل جامع مانع بقى عشان نخلص من التوك توك، من كل يعني مشاكل النقل البري في مصر؟ القانون بالنسبة للتوك توك اتأخر وده سبب مشكلة التوك توك، وبرضه اوبر وكريم اتأخر وده سبب مشكلة اوبر وكريم. خلي بال سعادتك، دايما الظواهر اللي بنسميها في اي ظاهره، سواء كانت جراميه او ظاهره جديده على المجتمع، لازم نتصدى ليها في وقتها. طب يا فندم، متى يصدر قانون للتوك توك؟ لا، القانون صادر من 2008، التوك توك موجود ليه قانون من 2008. طب امتى يترخص؟ لا، ما هو ليه ترخيص، هو ليه ترخيص في الواقع. انا ما انا عارف ان هو قانونه ليه ترخيص، بس على ارض الواقع هو نهار ما الدنيا كلها تعب دلوقتي، العدد يفوق المستخدمين، عدد النهارده في مصر، وما زال الشركات بتقلب داخل مصر، وده غلط كبير جدا. لكن النهارده انت عارف الاستثمار في 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 الماركات اللي بتشتغل اجره يمكن يفوق اي استثمار ثاني. ليه؟ لان استثمار وقتي، مجرد ما تشتري الحاجة هتكسب من وراها، خلاف مثلا ما تحل او بتفتح اي حاجة استثمارية تقعد سنة على ما يجي لك الناتج بتاعها. ولذلك انا يمكن كان اعترضت انا جد كتير في اللجنة على شيء معين وهو مهم جدا، لكن للأسف الوزيرة ما خدتش بيه ولا اللجنة خدت بيه، لان انا فاهم قانون المرور، فاهم الشارع. مصر هتتردم من اوبر وكريم وشركات تانية زي التوك توك بالظبط. وانا قلت لهم الكلام يا جماعه، لازم كل محافظه يكون عدد معين تسير فيه العربيات، ما تجيبش النهارده افتح الموضوع للدنيا كلها وفي الاخر الاقي مصر وقفت. بس حد ما هو ممكن برضو ممكن يتقال ان ده يعني حسب السوق الحر، ما هيطلب لغايه ما العرض او الطلب يتشبع، طبيعي مش هيبقى في اقبال عليه. ما هو ده النهارده انا قدامي مشكله كبيره جدا، هي مشكله مرور في مصر. انا بهدي مشكله عندي، عمال اجيب لها قوانين، اعمل لها يمين وشمال، مش عارف التوك توك انت بتقول لي سوي ايه ومشكلته ايه. مشكلته ان هو قاعد فتره كبيره جدا، ماليش قانون عشان يصدر عشان ينظمه. واما صدر جات الثوره وخلصت الدنيا زي ما انت شايف كده. طب يا فندم، هل القانون الجديد ده هيساوي بين الاوبر او بين الشركات دي وبين التاكسي الابيض؟ يعني هل الاعباء هنا هتبقى هنا عشان يبقى كده ابطلنا حجج التاكسي الابيض؟ عندنا التاكسي الابيض يعني يكاد يكون هو المظلوم لغايه النهارده. مظلوم؟ ليه؟ ما هو مظلوم النهارده، ليه؟ او اي تاكسي موجود هو مظلوم، ليه؟ لان النهارده حتى قلت للسيد وزير، قلت له هل التعريفه بتاعت اوبر وكريم والشركات الاخرى محدده؟ ولا هيشتغل عرض وطلب؟ هل هيشتغل عرض وطلب؟ طب النهارده التاكسي اولى بنشتغل عرض وطلب. العربيه الاجره اللي في الشارع اللي هي الميكروباص من حقها تشتغل عرض وطلب، يعني انت هتشتغل. لا يا فندم، هي برضو توضيحا هي تعريفة اوبر وكريم محددة وبتزيد في اوقات الذروة وبتقل، زي ما التاكسي بيعمل مع الناس وبيقاولهم وبيستفزهم يعني. هي في احنا بنتكلم بنقول ايه؟ احنا عندنا قانون، من اللي بيكسر القانون ده شيء والقانون شيء تاني. طالما انا بنزل القانون، هل النهارده ديت منظمه زي ديت؟ لا، التاكس عداد او سيارات الاجره محدده. مين اللي بيحدد ثمن الاجره بالنسبه للتاكس عداد او الاجره؟ اما بالنسبه لاوبر وكريم الكلام ده تسعيره وديه، هو بيحددها هو. لا، وفي اوفرز بتتعمل وعروض وخد رحلتين مجانا. التاكس ملوش الكلام ده، مش الدوله اللي بتعملها، مش الدولة اللي بتعملها. ولذلك انت عندك احنا مثلا رخصنا التاكسي الابيض لسنة كام؟ من سنة 2008، مش كده؟ من ساعة صدور القانون 2008 بالظبط. من 2008 لغاية النهارده زادت التعريفة بتاعته قد ايه؟ ما هو ليه التعريفة مش ودية ما بينك وبين التاكسي؟ ما هي دي مسؤولية الدولة يا فندم. بس ده
انا بقصد اقول ايه يا سياده اللواء، انه اذا اكتشفنا ان احنا يعني في حاجه احنا لسه ما تعاملناش معاها فاحنا سهل جدا التعامل معاها، لكن الامر او القياس مش العكس، القياس انه لو في حاجه جيده والناس مقبله عليها والامور فيها جيده حتى سعرها بالنسبه للناس جيد، فما نقدرش نقارن ما بين مع الشيء اللي مش الدوله نفسها ما اتدخلتش فيه، يعني ده ذنب الدوله مش ذنب الشركات. استاذه دينا بنقول ايه؟ احنا الاجرة خاصة او سيارات الاجرة والتوك توك طبقا للقانون المرور انه بيحدد عددها بمعرفة المحافظ والمجلس المحلي معايا ليه؟ لان هو الاقبال على الاجرة افتح ترخيص الاجرة يوم هتلاقي مصر كلها بترخص اجرة. الفلاح يبيع ارضه ويروح يرخص اجرة ليه؟ لان الانتاج يومي خلاف الارض، فبالتالي النهارده مش هوقف مصر بسعرات الاجره او الاجره طبعا العدد لازم يكون ليه سقف، يعني مفهوم كلام حضرتك لازم الحدد يحدد طبعا. طب هل رفض هذا المقترح ست النائب؟ لا رفض. طب احنا في مقترحين بس عايزين نستأذن حضرتك وانتوا بتناقشوا القانون بكره، انه حضرتك بتقولي ما فيش ماده بتضمن امن الراكب او بتراقب بشكل اكبر يعني صرامه على امن الركاب، احنا بنستأذن حضرتك انه ده يكون في اولويات البنود اللي في القانون، لانه ده بعتقد انه امن الناس هو امن مصر، لانه حضرتك بدات قلت انه ده امن مصر، امن مصر وامن الناس. انا بقول لحضرتك معلش، يعني ايه احط في القانون امن يعني؟ انا هل النهارده شركه من الشركات دي هتخل؟ ما هي اصلا يا فندم بيحصل، اقول لحضرتك اللي بيحصل انه في مكاتب بتشغل اوبر وانه بيتم التجاوز والتلاعب وتجاوز شروط الرقابه فيما يخص انه يكونوا متعاطين او لا، بيحصل مخالفه شروط الترخيص دي عندهم موجوده منصوص عليها لعقوبة شديدة جدا. تمام. ده اللي بشكر. طب هل يا فندم تم النص بالفعل عن عن ان شرط ملكية السيارة لقائدها، ولا تم التجاوز عن الشرط ده؟ لا متجاوز سواء يعني واحد. يعني خلاص اللي هيأجر عربية او يشتغل عليها مفيش مانع. بس الراجل اللي هو هيشتغل ركب يبقى معاه كارت. معاه يا فندم؟ معاه كارت تشغيل. كارت تشغيل. يعني شروط التشغيل. اخيرا يا فندم، مساله برضو كتير من الناس هيكون عندها قدر من التشكك اذا كان معلوماتها او اماكن تواجدها هيكون حاجه متاحه ومباحه للاستخدام، كان الطلب من شركه اوبر انه يبقى الاطلاع على هذه البيانات اللي تخص اماكن التنقل المستخدمين تكون باذن النيابه، فهل ده ما تميلوا الى الاستقرار عليه؟ لا ما احنا قلت لحضرتك احنا في مختصين بالامن القومي جايين بكره، لو شرحوا ان هذا موضوع بيمس امن مصر مهما كان يبقى هننص عليه في القانون. اما لو كانش كان الموضوع ده ما يمسش الامن القومي فما فيش ما يمنع ان انا النهارده اشيل الشرط ده منه، وده منصوص عليه في الدستور، واشيل الشرط ده منه، ولو انا عندي حاجه بجيب قرار من نيابه، اذن من نيابه أو حكم محكمه. سياده النائب سياده النائب سعيد كعيمه عضو لجنه النقل والمواصلات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويتمنى ان يكون القانون غدا يعني سريع الاصدار عشان الوقت يعني ليس في صالحنا، وعشان فعلا كل يوم بيعدي بيهدر على الدولة حقوق، وبرضو أصحاب العربيات أو مستخدمي الخدمة في حالة قلق عايزين نطمنهم. موضوع تاني النهاردة يمكن هو موضوع الساعة أو الموضوع الأهم، وهو يوم الأرض في الأراضي الفلسطينية. النهاردة خرج الفلسطينيين في غزة بمسيرات حشدة ومسيرات ضخمة للمطالبة بالعودة لأراضيهم، وده مطلب لم ولن يتوقف مدى الحياة إلا لما يرجعوا الفلسطينيين. يعني نفسي إسرائيل تفهم رسالة، الناس دي ما بتخلصش وبتخلف 10 عيال في السنة الواحدة كل عيلة وفي 10 سنين، وحيفضلوا يزيدوا ويكتروا، وغزة تحولت لقنبلة موقوتة. وبعدين الناس دي ماشية في مسيرة سلمية، يعني لو هم عملوا عنف أو ولعوا لك في حاجة أو حرقوا، لما تموت 16 شهيد 16 فلسطيني استشهدوا النهاردة
في الاحداث دي غير ما يضربوا صراحه الموضوع و1400 جرحى. الموضوع ما كانش فيه عنف يعني. الناس انا مش عارف هو بيقتلوا عشان ايه، هو عمل ايه عشان يتقتل؟ عشان بيطالب بحقه. ما هي لما تقدم القضايا او لما يعني تتوه الحقيقه ما بين الناس دايما كده بيبقى المطالبه بالحق تتحول الى جريمه. سياده السفير مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بقاء لله سياده السفير في شهداء يوم الارض. يا نيالهم بسم الله ما شاء الله عليهم، حصلوا على الجنه طبعا ان شاء الله احنا على الدرب. سيادة السفير، ايه يعني تصاعد الامور حصل ازاي؟ اذا كانت المسيرة سلمية فايه اللي خلى الموضوع يتطور الى سقوط جرحى وشهداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الموقف هو كالتالي، اليوم هو ذكرى يوم الارض. ماذا يعني يوم الارض؟ هو يوم تقرر عند الشعب الفلسطيني احياء لفكرة اننا نتمسك بفلسطين، كل فلسطين. وبالتالي الفكرة هي ليس فقط حدود 67 التي تقوم على أساسها البرامج السياسية الجديدة التي تقول بأنه دولة فلسطينية على حدود 1967 يعني الضفة والقطاع، ولكن يوم الأرض هو يوم يتذكر فيه الفلسطينيين ويذكر أنفسهم والعالم بأن فلسطين هي كل فلسطين، وأن إسرائيل هي دولة احتلال، وأن الدولة التي اسمها إسرائيل تقوم على جزء من أرض فلسطين التاريخية التي بقي عليها شعب فلسطين لآلاف السنين. إحنا من أكثر من 10,000 سنة حضارة شعب فلسطين، منذ أكثر من 10,000 سنة على هذه البلاد، وبالتالي من حقنا أن نبقى عليها. هذه الفكرة الأولى. الجزء الثاني، المسيرات أو التظاهرات أو الفعاليات هي كلها سلمية شعبية لا علاقة لها. ما سيادة السفير ده اللي أنا كنت بسأله دلوقتي، هو يعني الضرب النار مقابل إيه؟ هل كان في تخريب أو في اشعال حرائق، في استخدام لاي اسلحه استدعى ان القوات الاسرائيليه تضرب نار؟ لم يحدث اي حادث عنيف من الجانب الفلسطيني مطلقا. كان هنالك تجمعات، بنيت مظلات او يعني مظلات او خيام نسميها احنا، لكن هي مظلات عموما وضعت على المناطق في مناطق قريبه من الحدود للتعبير على انه الشعب يريد ان يذهب بالاتجاه الاخر، اي ان يعود الى بلاده. لماذا؟ ارجع مثلا الى الصور سافسر لك. الصور في قطاع غزه، احصائيه الاحصاء الفلسطيني قالت بانه تعداد الشعب الفلسطيني تقريبا 2 مليون في قطاع غزه، اكثر من 67% من اجمالي سكان قطاع غزه هم من اللاجئون الذين شردوا من بلادهم وبيوتهم في داخل فلسطين المحتله اللي هي الان دوله اسرائيل. هؤلاء ذهبوا ووقفوا على الحدود ورفعوا يافطات تقول نريد أن نعود إلى بلادنا، فأطلق جنود الاحتلال النار عليهم، والصور كلها واضحة وتؤشر إلى أنهم كانوا يلبدون على الأرض ومن وراء السواتر بقناصة، بمئات القناصة الذين أطلقوا الرصاص على الشبان، رجال نساء شبان كلهم كانوا على منطقة الحدود. هل تتوقع أن يعني يتطور الأمر لانتفاضة أخرى ولا الوضع مش مشتعل لهذه الدرجة؟ والله أنا ما عنديش تفسير لكلمة انتفاضة. هو ما يحدث هو انتفاضة، يعني صار لنا عدة أشهر منذ حادث محاولة الاحتلال الإسرائيلي وتركيب بوابات إلكترونية ومنعنا من دخول المسجد الأقصى، والوضع بهذه الطريقة. لكن الأحداث، سلسلة الأحداث التي تجري في المنطقة العربية تجعل الإعلام مرات ينتبه مرات لا ينتبه، إنما إحنا في هذه الأحداث منذ ذلك الوقت، إحنا من سنة وشوية وإحنا في هذه الحالة، تهدأ قليلا تعلو صوتها قليلا، هذا يحدث. إنما حجم الخسائر التي وقعت اليوم أعاد لفت انتباه العالم إلينا من جديد. هو ده سيادة السفير، يعني قد يكون يعني السؤال اللي احنا يعني حابين ان احنا نختم مع حضرتك بيه. حضرتك في مره تكرمت وكنت ضيفنا كريما يعني في الاستوديو، وشرحت لنا ازاي ان الامر سلسله ممنهجه من محاولات تفريغ القدس من الفلسطينيين. ف الوضع ازاي العالم كله لم يعد مهتما، يعني طبعا الواحد بيلاقي حرج رهيب وهو بيقول كده، لكن لماذا هدأت القضية الفلسطينية الى هذا الحد، الى الدرجة اللي لم نعد نتذكرها الا اذا سقط شهداء جدد؟ يعني التقصير من مين؟ يعني السبب هو البعبع الامريكي ترامب بما يمثله من حالة تهور في الاداء السياسي والاداء على الارض. هو يهدد كل الدنيا،
سياسيا واقتصاديا وعسكريا هذا رجل يتصرف بهذه الطريقة مع كل الدنيا، وبالتالي الناس تحاول أن تبتعد عن شروره. شوفي ماذا يفعل مع إيران، شوفي ماذا يفعل مع كوريا، شوفي ماذا يفعل في سوريا، شوفي ماذا يفعل في اليمن، هو يقصف في اليمن، في ليبيا، في عدد من الأماكن. طيب انظري إلى ماذا فعل مع الصين، هذه الدولة الضخمة الكبيرة يعني أوقع عليها خسائر بمليارات، حتى إنه من شدة ما هو يعني مش عارف، أنا مش عايز أقول كلمة صعبة، لكن لشدة هذا التهور الذي يمارسه أوقع خسائر بالمليارات في الولايات المتحدة. يعني هو في أكثر من 55 مليار دولار خسائر فقط في الأيام الماضية، رجل أهوج. وبالتالي الناس بتحاول أو البلاد بمعنى تحاول أن تنأى بنفسها بعيدا عن شروره. لكن يعني خلينا نعود إلى التاريخ، التاريخ بمعنى كرامتنا، بمعنى عزتنا. التاريخ يعلمنا بأنه مثل هذه النماذج تسقط ولا تبقى، ولكن تبقى الشعوب، تبقى الكرامات، تبقى الاعتزاز بالنفس، يبقى الحلم بالاستقلال. الشاعر قال لنا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذن القدر هو مع الطالب للحرية، الطالب للكرامة، الطالب للعزة، وليس مع هذا الأهوج. هذا مسبب في وسائل الإعلام. شكرا جزيلا سيادة السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح، ويعني يبقى الوضع على ما هو عليه. عارف افتكرت محتاج الحق القوة علشان تقدر تحميه، يعني الحلم العربي لو حد فينا فاكرها، الكلمات العظيمة للدكتور مدحت العدل. يعني انت قديمة قوي دي. لا دي قديمة افتكرها قوي طول الوقت، انه الحق محتاج قوة. يعني هو قال لك ترامب الناس بتخاف منه عشان قوي. الدنيا اتغيرت يا اختي. ده جيل قديم، الجيل بتاع الحلم العربي دلوقتي. لسه بنحلم نفس الحلم. الاحلام اتغيرت خالص دلوقتي، الاحلام مفيش صاحب يتصاحب، الاحلام بقت حاجات منطقه ثانيه. بقاء لله في الشهداء وحاجه محزنه يعني. المهم هنطلع فاصل دلوقتي ونعود لفقره الارقام، بنلخص لكم الاسبوع في مجموعه ارقام. وبعد الفاصل اللي بعده هيبقى معانا دكتور شريف صدقي، رئيس او المدير التنفيذي لجامعه زويل، مشروع نفخر بيه جميعا وفرض عين على كل مصري ان يدعمه. هنشوف المشروع وصل لفين وايه المطلوب مننا كمصريين نقدر نقدمه، ايه المنتج اللي هيبقى طالع من جامعه زويل. انتظرونا بعد الفاصل وفقره الارقام.